نكمل مع حضراتكم سلسلة أخبارنا وخصوصا بقى الصحافة. الصحافة صحيح كده، ومراسلتنا هي موجودة دلوقتي مريم سميح في جريدة الشروق، ونعرف منها كده أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية كمان والعالمية. وعايزة أبدأ بيكي طبعا، صباح الخير يا مريم في البداية، وعايزين نعرف كده يعني من الشروق، مفروض إن كان في عنوان بيتحدث إن هناك حكم إنجليزي سابق تحدث إن الجول أو الهدف هدف الأهلي الملغي صحيح 100%، فخلينا نعرف تفاصيل هذا المانشيت، اتفضلي. بصبح عليك يا نهواندو، وبصبح عليك كمان يا كريم، وطبعا بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. زي ما انت قلت يا نهواندو، من داخل مقر جريدة الشروق هيكون معانا عدة عناوين طبعا مهمة في مختلف الصحف العالمية والمحلية كمان، ولكن البداية من موقع الشروق والمنشات الأكثر أهمية بالنسبة للمباراة التي أقيمت أمس بين النادي الأهلي وبين يعني فريق البنك الأهلي. كان حكم إنجليزي سابق هدف الأهلي الملغي أمام البنك الأهلي صحيح بنسبة 100%. يعني ديرمت جالاجر هو حكم دولي إنجليزي سابق، وكمان هو أصبح يعني خبير تحكيمي شهير جدا بيتم الاستعانة به في كثير من القنوات الفضائية الأمريكية والإنجليزية. ديرمت جالاجر قال إن الهدف الملغي للنادي الأهلي هو صحيح بنسبة 100%، ده طبعا بعد ما شاهد الفيديو اللي تم إرساله له. كمان ديرمت جالاجر قال إنه مفيش داعي خالص لإلغاء هذا الهدف والخاص بأيمن أشرف، ولو كان وأنه كان مسموح كمان لأيمن أشرف التواجد في هذه المرحلة والوصول للكرة كمان المهاجم أيمن أشرف، وأنه لو كان يعني أو تم بالنسبة لإلغاء هذا الهدف من الممكن يتم إلغاء أهداف كبار من المهاجمين في الكثير من الدوريات الأوروبية كمان. وكمان شايف انه يعني كان الفار ما كانش ليه لازمه ابدا انه يتم الغاء هذه او هذا الجول. كمان يعني عايزين نقول انه بهذه المباراه وبهذه النتيجه بيرفع الاهلي رصيده الى 17 نقطه في المركز الاول، واصبح رصيد البنك الاهلي 8 نقاط في المركز التاسع بجدول الترتيب. من بوابة الأهرام، المنتخب الوطني يلتقي السويد بمونديال كرة اليد في 7 مساء اليوم. يلتقي اليوم منتخب مصر لكرة اليد نظير السويدي اليوم الاثنين في تمام الساعة 7 على صالة ملعب استاد القاهرة، ده طبعا بعد ما خاض يعني مباريتي تشيلي وكمان مقدونيا الشمالية. النهاردة هتقام المباراة في تمام الساعة 7 مساء بعد ما كان المنتخب المصري فاز في لقاء الافتتاح على تشيلي بنتيجة 35-29 قبل أن يفوز مجددا على مقدونيا الشمالية بنتيجة 38-19. يسعى منتخب مصر الحاصل على المركز الثامن في بطولة العالم الأخيرة بألمانيا والدنمارك 2019 في التتويج بميدالية عالمية وظهور لأول مرة على منصة التتويج بالبطولة العالمية التي تقام في ظروف استثنائية، وكمان يعني هي نسخة تاريخية بمشاركة 32 منتخب للمرة الأولى، حيث تمت زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 24 إلى 32 واللي كانت بتقام على مدار السنوات الماضية. من موقع اليوم السابع، نتائج مثيرة في دوريات أوروبا يوم الأحد، ليفربول يتراجع للمركز الرابع، انتر ميلان يحسم ديربي إيطاليا على حساب يوفنتوس، بايرن ميونخ يفوز بصعوبة في الدوري الألماني، وبرشلونة يخسر السوبر الأسباني أمام بلباو. نتائج مثيرة شهدتها الدوريات الأوروبية الكبرى طبعا مساء أمس الأحد، حيث يعني فريق ليفربول خسر نقطتين جديدتين في الدوري الإنجليزي بعد تعادله ضد مانشستر يونايتد متصدر المسابقة بعد انتهاء يعني المباراة 0-0 في قمة البريمير ليج، ليتراجع إلى المركز الرابع. كمان خطف مانشستر سيتي الوصافة بفوز عريض على كريستال بالاس 4-0، فيما حسم فريق انتر ميلان قمة الجولة 18 بالفوز على يوفنتوس بثنائية نظيفة. كمان بايرن ميونخ فقد أو فوز صعب على فرايبورغ 2-1، وأخيرا خسر فريق برشلونة الإسباني يعني كأس السوبر الإسباني، نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم 3-2 بعد التمديد على يد أتلتيك بلباو.
كانت خساره برشلونه لنهائي كاس السوبر الاسباني هي يعني المتصدره جميع العناوين العالميه وكمان الصحف الاسبانيه. فمن صحيفه سبورت الاسبانيه اتلتيك بلباو ابتلع برشلونه وفاز بلقب السوبر. الصحيفه الكتالونيه اكدت انه بالرغم من تقدم برشلونه يعني بهدفين الا انه لم يستطع ميسي وزملائه الحفاظ على هذه النتيجه وحسم المباراه وكمان حسم اللقب. كمان على الجانب الاخر نجح اتلتيك بلباو في استغلال الاخطاء اخطاء دفاع برشلونه وكمان الاخطاء الخططيه التي ارتكبها رونالد كومان على مدار المباراه هو ولاعبيه. كمان سبورت الاسبانيه كتبت بان مصائب برشلونه يعني استمرت خلال هذه المباراه بعد طرد نجم الفريق ليونيل ميسي في نهايه المباراه وتحديدا في الدقيقه 120 بعد الرجوع لتقنيه الفار والتي اظهرت اعتداء ميسي على لاعب خط وسط اتلتيك بلباو. اخيرا بنفكر مشاهدينا بمباريات اليوم في الدوري المصري الاسماعيلي والمقاولون العرب في تمام الساعه 5 مساء، كمان غزل المحله ومصر المقاصه في تمام الساعه 2:30 ظهرا، كمان سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش في تمام الساعه 2:30 ظهرا، كمان في الدوري الانجليزي ارسنال ونيوكاسل يونايتد في تمام الساعه 10 مساء. بشكركم جدا ودي كانت جوله من اهم الصحف المحليه والعالميه من داخل مقر جريدة الشروق. العودة للاستوديو مرة أخرى.